الرجاء والوداد في المغرب اتعدوا في القمة المغربية، ودي كانت مباراة مرتقبة جدا ومتشافة قوي من الأهلي والزمالك. الأهلي بيستعد للوداد والزمالك بيستعد للرجاء، وكل التوفيق إن شاء الله لبطلي مصر. لكن حتى المواقع والصحف المغربية بقت مهتمة جدا بشأن المصري الكروي بالذات فيما يخص الأهلي والزمالك. فهنلاقي وكالة الأنباء المغربية بتقول عرض جديد من الاتفاق للتعاقد مع أزارو، وصحيفة المنتخب المغربية قالت إن أزارو يوافق على العودة إلى الاتفاق السعودي في صفقة انتقال نهائي. موقع سبورت المغربي: أزارو يقترب من العودة إلى الدوري السعودي. الوطن السعودية قالت: أزارو يقترب من العودة بشروط الاتفاق. في مصر هنلاقي كل المواقع اهتمت: الاتفاق السعودي يرفع عرضه إلى 500,000 دولار لضم أزارو نهائيا. عندك تعليق على؟ لا، ما عنديش تعليق خالص على انتقالات اللاعبين ومين رايح ومين جاي ومين ده. كل ده شغل وكلاء وشغل إعلام ما يصدر عن نادي الأهلي هو الحقيقة، وإحنا ما بنشتغلش لسه. قايل لك ما بنشتغلش وبنتفاوض عبر الفضائيات أو وسائل الإعلام. في آليات للعمل يتحقق من خلالها، عندما يتحقق أي اتفاق سوف يتم الإعلان عنه.